بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله رحنا يعني كنا في المحاضرة السابقة بدأنا في موضوع اللي هو Knowledge Capture Systems، وهاي السيستمز حكينا إنها من وظيفتها إنه How to Elect أو Collect اللي هي Knowledge باختلاف النوع، يعني إذا كانت عندي Explicit Knowledge أو Tacit Knowledge. وجزء اخذنا هيك اثناء المحاضره، عملنا شويه ديسكشن، حكينا عن البروبلم اللي هي الجدول الدراسي في الجامعه وكيف بامكاننا نتغلب على مشاكل الجدول الدراسي واعداد الجدول الدراسي، وتناقشنا في ما بين الحلول اللي طرحتوها واقترحتوها، وحكينا هاي الاليه وهاي الطريقه اللي احنا اتبعناها هي ممكن يتم اعتبارها كوسيله من وسائل عمليات كابشرنج للنولج. معظم الاقتراحات اللي اجتني منكم هي كانت غالبا نتيجة لتجربة شخصية أو خبرة معينة أو معلومة معينة أنت اوريدي عندك اكتسبتها، فحاول تقترح حل برأيك هو ممكن يساعد على حل المشكلة اللي كانت بين إيدينا. فلذلك موضوع عملية Knowledge Capture Systems هي كل سيستم أو كل يعني تول ممكن نستخدمها بحيث انها تساعدنا نعمل الليكت او كوليكت للنولج بغض النظر عن نوعها. فلذلك اليوم ان شاء الله راح يعني نبدا بشويه بالديتيلز الخاصه بالشابتر، نتعرف على بعض التفاصيل اللي ممكن احنا نكون بحاجتها بحيث انه نفهم هاي البروسيس اللي هي عمليه النولج كابتشر اللي بتتضمن التو مودز اوف كونفرج، الاكسترنالايزيشن والانترنالايزيشن. هاي الادوات اللي احنا ممكن نكون بحاجتها يعني في عمليه النولج كابتشر، كيف ممكن نستخدمها وايش هي اصلا الادوات اللي ممكن نحتاجها او التكنيكس اللي ممكن نتعامل معها او نستفيد منها بحيث نعمل الليكت النولج. هل برايكم في عمليا في هل هناك اختلاف بين عمليه الكابتشر للنولج اذا كانت النولج تاسيت او اكسبليسيت؟ هل هنالك فرق في عملية النولج كابتشر؟ بعيد السؤال بطريقة ثانية، هل صيغة أو نوع النولج بيأثر بشكل أو بآخر على الطريقة اللي نستخدمها في عملية النولج كابتشر ولا لا؟ إيش رأيكم؟ دكتور بيأثر هو بس مش عارف ليش الناس مش عارف ليش او مش عارف كيف. لا مش عارف كيف عادي، مش عارف كيف انك ما تعرفش كيف بيأثر ممكن عادي، بس ليش بيأثر؟ لا لازم قولي انت ليش بيأثر، ليش بيختلف. يعني صيغة النولج بحد ذاتها سواء كانت explicit او tacit هي مختلفة عن بعض، فطبيعي انا الطريقة اللي بدي اتعامل فيها مع التاسيت نولج بالضروره لازم تختلف عن الطريقه اللي بتعامل معها بالتاسيت بالاكسبليسيت نوليدج. يعني انا لما اروح اعمل كابتشر للنوليدج من شخص، هذا الشخص عنده مجموعه من الخبرات والمهارات في جزء في دومين معين او في مجال معين، اكيد تختلف لما اروح اعمل كابتشر للنوليدج باستخدام او النوليدج موجوده اوريدي او مخزنه بداتابيز صح، او بسيستم موجود بالشركه او بمبنى او بغرفه الديوان او الارشيف اللي موجود عندي في الاورجنايزيشن. فالطريقه اكيد لازم تكون مختلفه على انه نوعيه النولج اللي موجوده هي مختلفه. تمام، طيب شو الطريقه الافضل ان نستخدمها او نتبعها؟ ما في طريقه افضل، في طرق متعدده، يعني في عندي اكثر من طريقه بقدر اتعامل معها او استخدمها بحيث نعمل كابتشر للنولج، وفي طرق ممكن نستخدمها بعملية النولج كابتشر للإكسبليسيت نولج وعمليا للتاسيت نولج. وطبعا هذا الموضوع أوبن، يعني إيش يعني أنت ممكن تجتهد وتتبنى أو يعني قولي أنا أفضل طريقة عندي كذا، أنا بدي أتبنى هاي الطريقة مشان أعمل كابتشر للنولج. هذا الإشي بالعكس، هذا إشي أنت بتقدر يعني هاي الحرية أو عدم خلينا نحكي التقيد بطريقة محددة ممكن يساعدك، لانه انت ممكن تكون اكثر حدا فاهم طبيعه الاورجنايزيشن اللي انت فيها، وهي الاورجنايزيشن شو مكوناتها، شو الكلتشر تبعها،
شو الموظفين، مين هم الموظفين، شو الباك جراوند تبعهم، اند سو اون. تمام. فانا لو اقترحت عليكم او سالتكم سؤال، انت مدير شركه وناوي تعمل نولج مانجمنت سيستم، وجينا نبني النولج بيس، قلنا بنبني النولج بيس، قلت لي شو افضل طريقه، وحكينا لك احنا بنعمل كابتشر اول شيء للنولج اللي هي التاسيت نولج، يعني ما راح نعمل الاكسبلسيت نولج، خلي الاكسبلسيت نولج ليتر اون، بنفكر بالتاسيت نولج. شو مطلوب منك انت ك يعني ك او شو الطريقه اللي بتفضلها انت كمدير للشركه انك تعمل كابتشر لهي النولج؟ انت اقترح لي مثلا حد منكم هيك يعطيني فكره، طريقه تكنولوجي اليه تساعدني نعمل كابتشر للنولج اللي هي التاسيت نولج. تفضل يا عبد الله. دكتور، الاستبيانات. استبيان، تمام. تحدد فيه مجموعة من الأسئلة استفسارات، وتطلب من الموظفين أو الناس اللي أنت برأيك هم مهم رأيهم تعطوك آراء. جيد. شو ممكن فكرة ثانية؟ دكتور، زي هيك ميتنج يعني. ميتنجز، صح، اجتماعات، 100%. بلقيس. دكتور، كنت رح احكي نعمل اجتماع بس حكيت جدا. صوتك بعيد. بحكي كنت رح احكي انه نعمل اجتماع بس حكيتها قبل ثاني. حلو، انا بعدين كنت تنتين حكيتوا عن اجتماعات، حكيتوا مو اجتماعات. كيف صيغه الاجتماع رح تكون يعني برايكم؟ اجتماع تقليدي يعني خلص موظف، طب انا نعمل نولج كابتشر، كيف ممكن نستفيد من نولج كابتشر؟ يعني كيف نعمل ان نولج كابتشر من خلال اجتماع؟ ممكن انه نطرح اسئله عن موضوع معين. ممكن ايش نعمل؟ صوتك بعيد والله يا بلقيس. نطرح اسئله، نطرح اسئله وناخذ اجاباتها. تمام. دكتور، ممكن كمان انه يعني هلا نعمل او نطلب من الموظفين يعملوا ريبورتينج عن الإشي اللي احنا اللي بدنا اياه، تمام، واحنا خلال الميتنج بنعمل ديسكشنز عن الموضوع. حلو، نعمل نعطيهم كيس او إيش الموضوع بدنا اياه ومن ريبورت عليه بنعمل ديسكشن فيه، which is good. باسل. دكتور، ممكن نعمل لهم منتورشيب بروجرامز. حلو، شو بتضمن هذا البروجرام او شو المين اكتيفيتي فيه؟ المين اكتيفيتي انه ممكن دكتور انه يعني اكبر عندي الموظفين، اكبر الموظفين عندي انهم يعطوا مثلا محاضرات للناشئين ويدربوهم، بحفزوهم انهم يطلعوا نولج منهم يعني. جيد، حلو. مع انه باسل، يعني شكرا يا باسل، مع انه ذكر موضوع الناس اللي اكبر او الاكثر خبره بالشركه على الاقل، معناته انت في البدايه مطالب قبل ما تفكر بعمليه الكابتشر للتاسيت نولج لازم تحدد انت وين النولج هاي موجوده، صح ولا لا؟ يعني لما نعمل كابتشر للنولج من الموظفين، هل كل الموظفين اللي عندك انت فعلا مهتم تعمل منهم كابتشر للنولج؟ هل كل الموظفين برأيك النولج اللي عندهم انت ممكن تفيدك في كيس المعينة او في تطوير ادائك او في كذا؟ لا، معناته باي ديفولت بالبداية لازم نحدد احنا النولج سورس، مين هم مصادر المعرفة. معناته انت لازم تعمل كلاسيفيكيشن معين او بناء عليه ترجع تقول والله انا في عندي بالشركة عدد من الموظفين يتجاوز سنوات خدمتهم العشر سنين، وطوال العشر سنين الريكورد تبعهم او الفيدباك او الايفالويشن تبعهم ودائما كان جيد وادائهم ممتاز وما عندهم اخطاء. فهذول ممكن يكون ايش، هم هذول سورس للنولج ممكن يستفيد منها الناس الاقل خبره او الناس اللي يعني التحقوا بالاورجنايزيشن حديثا. لذلك مهم جدا لما نحكي احنا بالتاسيت نولج، لاحظوا انا ما بحكي هسه على ما بتطرق لموضوع الاكسبلسيت نولج، انا مركز بالتاسيت نولج. مع ان انا بحكي بالتاسيت نولج معناته أنا بحكي عن الإشي اللي هو غالباً مرتبط بالناس أو بالأشخاص، معناته أنا أول مهمة عندي أحدد وين المصدر تبع النولج، مين هم الناس اللي أنا بدي أرجع بدي أقابل معهم أو يعني أحاول أحصل النولج منهم. مين هل هم الأشخاص هذول متواجدين جوا الأورجانيزيشن؟ هل هم ناس إكسبرتس أو ناس خبراء موجودين جوا موظفين عندي وموجودين جوا الأورجانيزيشن تبعتي، ولا ناس أستعين فيهم خبراتهم برا الأورجانيزيشن؟ شو رأيكم؟ هلا في مرات كثير صح بعض الحالات
كثير شركات برجعوا لشركات استشارية بسموها خبرات معينة لكي يطوروا أدائهم في مجال معين. يعني أنت شركة على سبيل المثال بتشتغل ببيع الألبسة وقررت تتحول للبيع الإلكتروني، وانت عارف انه بشركتك مثلا ما في عندك حدا عنده خبره بهذا الشيء، فمتضطر انت مرات تروح تستعين بخبرات ناس لهم علاقه بالديجيتال ماركتينج، ناس لهم علاقه بالاي كوميرس بغض النظر فممكن هذول يكونوا هم الاكسبرت اللي انت اللي بتدور عليهم قاعد، هم غالبا مش موظفين عندك، الناس ممكن تستعين بخبراتهم مقابل مادي مقابل اي شيء بك. فلذلك في البدايه لازم انا احدد مين وين هي مصادر المعرفه تبعتي بالاورجنايزيشن، مين هم الناس اللي انا لازم أنا أدور على المعرفة تبعتهم، وهل هاي المعرفة فعلاً راح تفيدني ولا لا. بعدين بس نحدد مصادر المعرفة، شو لازم نفكر برضو بإيش؟ حددنا، خلينا نحكي الأشخاص اللي هم عندهم المعرفة، تمام. شو بدي أعمل بعد هيك برأيكم؟ أنتوا تسلسل منطقي يعني، أنا بدناش نحكي انسوا العلم يعني. كتير زي ما حكينا يعني إنه بما إنه إحنا جمعنا الأشياء اللي بدنا إياها، فإنه من نطرح الموضوع على الأشخاص اللي إحنا جمعناهم يعني عشان نأخذ رأيهم. حلو، هاي نقطة. ممكن دكتور كيف رح نعمل الترين؟ آسف. يلا رجعي ماشي تفضل. دكتور كيف رح نطور من المعرفة اللي إحنا أخذناها من الأشخاص هاي، أو كيف رح ننشرها للثانيين؟ هلا هاي بعدها مرحله لاحقه يعني، هاي بعد احنا بالمرحله اللي احنا من حددنا مصادر المعرفه بدنا نبدا بالعمليه الكابتشر. شو اللي برايك للبروسيس اللي راح تيجي دكتور؟ نشوف قابليتهم انهم بدهم يشاركوا معرفتهم ولا لا. عليك. شكرا يا عبد الله. عبد الله حكى اللي هي الجوهر الاساسي. لاحظوا انه انت هاي المعرفه لو الاشخاص هذول موظفين عندك ما في عندك شيء ملزم تجبرهم انهم يشاركوا معرفتهم، فبالتالي ضروري جدا بعد ما تحدد الناس اللي هم خلينا نحكي عندهم المعرفه اللي انت بتدور عليها او متوقع انه يكون عندهم هاي المعرفه، لازم اول شيء تشوف مدى قابليتهم، مدى رغبتهم بالمشاركه ولا لا، مدى رغبتهم بانهم يشاركوا بشكل فعال بنقل المعرفه تبعتهم بطريقه او باخرى ولا لا. هذا جدا جدا جزء مهم. باسل. دكتور بعدين بتبلش مرحله التريننج بعد المرحله بالضبط. هلا احنا مجرد ما وصلنا لمرحله اللي هم عندهم قابليه بنبلش بالطريقه. هلا بعد ما نفكر احنا شو الطريقه الانسب لي، شو الطريقه الاكثر فعاليه في عمليه النولج كابتشر. هاي عبد الله. دكتور بعد هيك بدي اشوف ايش هي النولج اللي بتلزمني من اللي عندهم واللي لازم اعملها كابتشر. صح. هلا هذا جدا مهم، بس هذا جزء منه او جزء من هاي الاكتيفيتي ممكن انت تحددها باثناء لقاءاتك معهم. يعني ممكن انت تقول والله انا حددت 10 اشخاص هذول بالشركه ممتاز. هلا اكيد هذول 10 اشخاص مثلا اهتماماتهم او دائره نشاطهم او دائره يعني خلينا نحكي معرفتهم ممكن تكون مختلفه عن بعض، بالتالي انت رح تعمل تفرز انت ايش بدك، شو الشيء او وين، شو هي النولج انت بالاساس اللي بتدور عليها، شو نوعيتها، انت اللي تطور الاداء مثلا الاداء الموظفين، بدك تطور البرودكت تبعك، بدك تطلع بالنيو برودكت، بدك تتواصل مع الكاستمرز بطريقة أفضل. هاي كلها مشاكل ممكن تواجه الشركات أو أشياء تطمح لها الشركات. فبناء على التارجت تبعك أو الأوبجكتيف تبعك من نظام إدارة المعرفة أو النولج اللي أنت بتبنيها، بدك تحدد مين الأكسبرت الأكثر ملائم اللي ممكن يفيدوك بناء على ما دائرتهم المعرفية. يعني هم عندهم دومين معين، عندهم تخصص معين، بناء عليه إحنا بنقدر نحدد أي واحد الأكثر يعني مناسب اكثر انه بحيث انه نلتقي معه. بعدين بنروح بنفكر بالطريقه اللي احنا طبعا انا زي ما حكيت لكم يعني هي الطريقه اللي احنا ممكن نستخدمها عندنا متعدده، عندنا اكثر من طرق يعني، عندنا ديفرنت ميكانيزمز او تكنولوجيز بيعملوا بالاخر. تذكروا احنا بنعمل اكسترنالايزيشن وانترنالايزيشن بمجال هلا واحده من هاي الطرق اللي الكتاب عاملها بروبوز وشارح لنا عنها اللي بنسميها الستوري تيلينج. ستوري تيلينج بالنص العربي اللي هي روي القصص او الروايات يعني. اوكي، الستوري تيلينج ابروتش هذا ممكن يعني ممكن يكون مفيد في موضوع عمليه الكابسول النوت، بس هذا الستوري تيلينج اذا بدنا نفكر بالموضوع شوي هو
يعني specifically مخصص لل tacit knowledge. يعني إحنا نحكي عن using stories for capturing organizational knowledge اللي هي storytelling اللي هي knowledge, أي knowledge اللي هي tacit knowledge اللي موجودة عند الأفراد. لذلك جدا مهم تعاون الأفراد معك في هذا الموضوع, جدا مهم استعداد ومقابليتهم أنهم يعني يضحوا بالخبرة اللي عندهم, يضحوا بالمعرف اللي عندهم, أنها تكون public بدل ما تكون private. يعني لاحظوا أنه إحنا دائما خبراتنا الشخصية ومهاراتنا اللي عندنا هي إشي private, إشي بخصنا, إشي بميزنا, إشي جزء من الكاركتر تبعنا من شخصيتنا. فأنا عشان يعني أشارك المعرف اللي عندي أنا بدي أتخلى عن إشي خاص فيه, زي كأنك أنت ماسك تليفونك تعطيه لحد, أو إشي بخصك, أي بروبرتي بتخصك أنت بتتبرع فيها لحد. فمدى قابليتهم هذا كتير مهم, وهذا فيه تشالنج بصراحة. يعني جزء من التشالنجز أنه أنت كيف تعمل الموضوع يكون سيستماتيك, يعني يكون أنه الناس تتقبل الفكرة وتبني الكلتشر عندك اللي الناس عندها حب المشاركة وحب التفاعل في عملية نقل المعرفة وتبادل الآراء والخبرات بدون أي مشاكل. لذلك هذا الموضوع جدا مهم, بجوز نتطرق له بليتر اون بس يعني بتفاصيل أكثر, أنه شو الأشياء اللي ممكن نأخذها من الاعتبار عشان أنه نحفز الناس أو نحاول الناس أو نحاول نساعد الناس أنهم يعملوا أو يتقبلوا موضوع مشاركة المعرفة ونقلها بدون أي حساسيات. أتفضلي دانيا. دكتور كنت بدي أسألك, هلأ هو المانيجر اللي بيعمل هذا الإشي ولا المفروض الهيومن ريسورس, يعني الأشخاص المسؤولين عنه؟ طيب سؤالك جدا حلو, شكرا لك. هلأ إحنا بنبني نظام إدارة المعرفة, تمام؟ هلأ نظام إدارة المعرفة غالبا أي بروجكت فيه نظام إدارة المعرفة لازم يكون في حد مسؤول عنه from A to Z. هذا الحد غالبا يكون هو عنده مهام اللي هي البروجكت مانجر يعني, بس مسمى بموضوع بنظام إدارة المعرفة اسمه Knowledge Developer. هذا بنسميه إحنا Knowledge Developer, هو الشخص المسؤول عن بناء نظام إدارة المعرفة, تمام؟ هلا هذا النولج ديفلوبر غالبا ممكن ما يكون من حدا من موظفين الشركه, يعني ممكن تستعين بشركه خارجيه تقول لهم تعالوا اعملوا لي شيء للنظام, او ممكن يكون هو موظف الشركه. هلا هذا الديفلوبر لازم يكون له سبورت من مين؟ من الديسيجن ميكرز او الناس اللي هم المسؤولين بالشركه. كيف يعني؟ يعني انا كنولج ديفلوبر بدي الناس تتعاون معي, بدي احدد الاكسبرتس مثلا, او تقول لي انت كمدير شركه قل لي مين هم الاكسبرتس, سواء مدير الشركه او مدير الاتش ار. وانا النولج ديفلوبر بدي احدد الاليه والطريقه الانسب اني انا اتواصل معهم واحاول اعمل كابتشر للنولج منهم واوثق هاي المعرفه وامشي بالاجراءات كلها. بس قبل هذا كله لازم انا اكون عندي دعم من اداره الشركه او اداره الاورجنايزيشن. الدعم بمعنى ايش؟ انه الناس لازم تتعاون معي, انا جاي مهمتي محددة أعمل نظام إدارة معرفة في موضوع في مجال معين في الأورجانيزيشن, فلازم أنا الناس تتعاون معي تتواصل معي. هلا لذلك لو بنحكي إحنا الإكسبرتس, هلا الإكسبرتس إذا كانوا موظفين بالشركة it's something good, يعني أنت بالآخر هم موظفين عندك, فممكن بالتأثير المباشر والغير مباشر للباور اللي هي الإدارة إنه المدير مثلا يتصل مع الإكسبرت, والله في عنا دانيا هي نولج ديفلوبر مثلا وجاي تعمل بهدف نظام إدارة معرفة, فيريد تتعاون معها, راح تلتقي معك تنسق معك اجتماعات عشان تتعاون معها في موضوع اللي هي البناء نظام إدارة المعرفة, تمام؟ هنا بيجي أنا دوري كنولج ديفلوبر دانيا أنه أنا بدي أخذ الإجراءات. هلأ كنولج ديفلوبر أنا مطلوب علي تشالنج عالي جدا, لأنه أنت بالآخر هلأ المدير ممكن يعمل لك سبورت صح, وممكن يحكي مع الإكسبرت ويقول له تعاون معه. بس إذا أنا كنت على سبيل المثال كنولج ديفلوبر ما عندي أسلوب التواصل, ما بتعامل المهنية, ما بقدر الناس اللي أمامي, ممكن هذا ينعكس علي بنيجاتيف أتيتيود صح ولا لا؟ فبالتالي هذا الشيء ممكن أثر سلبا على عملية النولج كابتشر. يعني مثال أبسط, أنا تعاملي سيء, أنا نولج ديفلوبر ورحت بعثت إيميل للإكسبرت قلت له هاي, هيك بالإيميل كتبت له هاي I need to meet you today at 2 PM. خلص شو تتوقع يكون رد الإكسبرت؟
بما انه كان انفورمال يعني ما كانش بطريقه منيحه معاه، فاكيد ما راح يكون معارض للموضوع صح كله يعني ما اخذ رايه. صح يعني اسلوبي بالتواصل ممكن يشكل اللي هي بنسميها نيجاتيف اتيتيود من قبل الاكسبرت. هلا لو الاكسبرت على سبيل المثال مضغوط عليه والمدير حكي له لازم تتعاون، ممكن اقول له اوكي يعني على افضل الظروف، هذا اذا ما رفض اصلا او ما اجل الموعد او ما اشتكى علي. لو نفترض انه طلع الرجل محترم جدا حكى والله انا اوكي خلص I will meet you، شو مدى انت تتصورك للنولج كفاليو او قيمه النولج اللي انا الاكسبرت راح يعطيني اياها اذا كان اسلوبي معه سيء؟ مش بنفس يعني مش بنفس الكواليتي للنولج اللي لازم تاخدها. صح يعني بكل بساطة هلا أنت دانيا بتسجلي بالجامعة وعندك خبرة بكثير مواد وعندك تفاصيل كثير، لو أنا أنت مش طايقتني أو تعاملت معك بأسلوب فوقي وسألتك عن إيش تساعديني فيه، هل راح إذا كنت كثير يعني خلينا نحكي متعاونة راح تساعديني، بس أكيد ما راح تعطيني الإشي اللي أنت ما راح تكترثي تعطيني كل إشي بدقة وبتفصيل وتساعديني بالطريقة اللي أنت بتكون مقتنعة فيها. كنت تحكي لي آه والله مثلا عندك مشكلة بهذا الموضوع خلص روح العمل شو نطلبهم بيعلوا لك إياه. أنت بوجه نظر العالم أنت ساعدتيني قلت لي وين أروح تمام، بس أنت عارفة بجوز أنه أنا عشان أروح قبل ما أنه مثلا في إجراءات قبل ما أروح العمل شو نطلب لازم أروح العميد لازم أروح كذا واحد اثنين ثلاث أنت ما أعطيتيني إياه. فبالتالي مشكلتي أنا بعملية النولج كابتشر خاصة التاسيت نولج إنه أنا لازم أكون حذر جداً بتعاملي مع الأشخاص، تعاملي مع الإكسبرتس بالذات. أضف إلى ذلك إنه هذول الإكسبرتس زي ما حكينا ناس ممكن يكونوا لهم خبرة 10 سنين فما فوق بالشركة، معناته غالباً هم راح يكونوا بوزيشنز يعني هم مواقع إدارية، ممكن جزء منهم يكون أصلاً ديزيشن ميكر، فلازم أنا ألاقي الطريقة الأنسب بالتواصل معهم تمام. لذلك يعني هذا الموضوع كثير يعني فيه تفاصيل وموضوع عملي اللي هو النولج ديفلوبر وكيف آلية اللي هو الكابتشر النولج والطريقة الأنسب وكيف أنا ممكن فعلا يعني أحول أخلق الجو الإيجابي مش السلبي بيني وبين الإكسبرت، إيميل لطيف أتعامل معاه بالتواضع أو بس ألتقي فيه أو أعمل انترفيو معه أو واتسايبر أعطيه أسئلة أسأله بطريقة بأسلوب لبق، الأسئلة أكون محضرها كويس عشان الناس هاي ما أكيد وقتها مش رح أكون available يعني هو قاعد بيعمل شغلة تطوعا باي ذا وي شغلة بتخصه ممكن ما بدك أنت يعني تكون حذر جدا بأسلوبك التعامل، أكون محضر للقاء كويس أحدد الأسئلة اللي بدي أسألها أعطيه أريحية بالإجابة، أنا بس بجمع إجابات مش قاعد بحكم عليه. يعني جزء من النولج اللي أنت ممكن تتعملها كابتشر تكون ممكن تكون very critical، معلومات confidential معلومات خاصة بالشركة، معلومات فيها علاقة مثلا بتقصير بعض الأشخاص، معلومات لها علاقة مثلا بسلبيات معينة، أسرار ممكن إذا استغلها الكاستمر أو سوري الكومبيتيتورز ممكن يعملوا لك مشكلة، يعني إذا تسربت هاي المعلومة لمنافسينك ممكن تعمل لك مشاكل. كل هاي الأشياء لازم يكون عند النولج ديفلوبر، لازم يكون عنده مهارات معينة يقدر بناء عليها يتواصل مع الإكسبرت. وقد ما كان النولج ديفلوبر جيد بالتعامل كل ما هذا الإشي غالبا ممكن عكس بشكل إيجابي على لقائه مع الإكسبرت. طبعا أنا بحكي هنا individual meeting، فما بالك هو لو قرر الديفلوبر أنه يعمل brainstorming اللي عمليات اللي نحكي لها العربي العصف الذهني. العصف الذهني بالضبط، انه برين ستورمينج انا عندي مجموعه من الاكسبرتس اجمعهم مع بعض واعمل ميتنج ويكون هذا الميتنج مفيد. فتخيلوا انا عمليه الكنترول قديش انا بدي يكون عندي مهارات عشان اقدر اطبق هذا الشيء. هلا واحده من التول بديش اطلعكم كثير على الموضوع بس زي ما احكي لكم، بس يعني الفكره انه تكونوا بالصوره انه الموضوع اتس نوت ذات ايزي، عمليا على الورق خطوات سهله بس على الواقع ممكن يكون في كثير تفاصيل كثير تشعبات، كونها برجع بذكركم كونها مرتبطة بالأشخاص، مرتبطة بالأتيتيود، مرتبطة بالسلوكيات، البيهيفير، الباك جراوند، الكلتشر، هذا كله أنا لازم أخذه بعين الاعتبار وأنا رايح أقابل أو أعمل ميتينج مع إكسبرت تمام. فجزء من هذا واحدة من التكنيكس أو التولز ممكن نستخدمها اللي هي بنسميها الأورجانيزيشن الأورجانيزيشنال ستوري. هلا
الاورجنايزيشنال ستوريز غالبا ممكن تكون موجوده عند الاشخاص. هلا تعالوا روحوا على الارشيف باي دائره حكوميه او باي دائره او باي مكان. الارشيف شو هو؟ عباره عن ايش؟ بسجل اشياء دكتور، يعني مختص بالشركه. هو الذاكره الورقيه صح لكل الاجراءات والاشياء اللي بنعملها احنا في الشركه صح. يعني بدك تروح تدور على ملف قبل 10 سنين بتلاقيه بالارشيف، بدك تروح تدور احنا مثلا كليه الاي تي، بدك تروح تدور على ورقه نقل او تثبيت لعضو هيئه التدريس او اي شيء متعلق مثلا بالطلاب بتلاقيه بالارشيف مثلا، او له علاقه بالاجراءات الحكوميه مثلا، له علاقه بالاجراءات اللي بتصير جوا 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 العماده او جوا الكليه، كله بتلاقي الارشيف. والله في كتاب مثلا الجامعه سمحت لنا فيه نطلع فيه رحله طلابيه علميه مثلا، وبدك تاخذ نسخه منه، بتروح بتدور الكاد على الارشيف، تروح تدور بالارشيف طلع لنا هذا الفلان، بيكونوا عاملين كلاسيفيكيشن معين، بروح على الفولدر بيطلع لك الكتاب بعطيك نسخه منه. فبالتالي هو ذاكره فعليا موجود على الارشيف. دينا خلينا بس، اما انه دينا بعثت لي سؤال على الشات، يعني شكرا لدينا، خلينا نسال نفهم سؤال. كيف لما بدنا نحضر حالنا لمقابله عمل بدنا ننتبه على طريقه الاسلوب لجذب صاحب العمل للتوظيف؟ اوكي، هلا هاي يعني هي جزء يعني مش كثير، خلينا نحكي بموضوع الاكتمال، بس هي لها علاقه بالكوميونيكيشن سكيلز. شوف يا دينا، هلا مبدئيا مبدئيا انا عشان اقدر اقابل، سوري جاني ايميل، مبدئيا لما انا اقابل مقابله عمل لازم انا اخذ بعين الاعتبار عده امور، من ضمنها انا لازم اكون محضر حالي للوظيفه اللي راح اقابلها. ما بنفع اكون انا رايح اقابل على وظيفه ومش عارف شو هي الرول او البوزيشن تبع الوظيفه، هاي جزء تمام. يعني انا مقدم على وظيفه سيستم ديفلوبر، لازم اكون فاهم شو يعني سيستم ديفلوبر تمام. هاي اللي خلينا نحكي الاشي بالكواليتي او بطبيعه الشغل، هذا لازم تكون محضر له. طريقه تواصلك مع صاحب العمل لازم تتسم باهم شغله اللي هي التواضع، يعني لازم تكون هادي، الاسلوب المنمق، الكلام المحدد، الجمل القصيره، اسلوب بالرد مناسب، ما نكون مستعجلين ولا نكون بطيئين، ما نرفع صوتنا. هاي اسلوب التعامل، يعني هاي اسلوب التعامل. انت تخيل حالك صاحب العمل مثلا، حد بتحترمه كثير وبتحبه بنفس الوقت، تخيل حالك هذه الطريقه وراح تحكي معه. تخيل والدك مثلا، هل بترفع صوتك عليه؟ هل بتحكي معه؟ هل بي 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 بي. مثلا ما بتستنى عليه تطرح السؤال او هلا هو جزء من مقابلات العمل مثلا، ممكن يستفزك، انت بتكون هنا دائما ماسك حالك ودائما حافظ خط الرجع، انه دائما الشيء اللي احنا بنحكيه بالمقابلات ضروري جدا يعني للتوظيف، انه اذا سألت سؤال وانت ما بتعرفه لا تفتي، بس بنفس الوقت حاول، يعني ما تروح مباشر تقول والله ما بعرف ما عندي فكرة. اوكي، هلا انت تحترم لصراحتك، تحترم يعني للشفافية خلينا نحكي، بس مش غلط اذا انت حاولت تفهم السؤال وصغت طريقة لا أعرف بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا أنا سألت سؤال شو بتعرف عن البايثون مثلا، أنا بعرفش إشي بالبايثون، أقول والله يعني البايثون يعني حسب ما بعرف أو اللي أنا يعني بتصوره هي لغة برمجة بإمكانها يعني من خلالها نبرمج كثير من المواقع الإلكترونية أو الأشياء، وأنا بكوني مثلاً طالب درست، ممكن أنا ما درستها بشكل مفصل وما تعلمت بالبايثون بالستركتشر تبعها وبالكونتنت أو الصيغة الخاصة فيها، بس أنا تعلمت لغات برمجة ثانية، هذا بعطيني القدرة إن أقدر أنا أغير، لا يعني أغير على أي لغة برمجة ثانية، بس مجرد أتعلم السنتكس أو الكيوردز الخاصة فيها، لأنه إحنا غالباً لغات البرمجة هي بتتبع نفس المنهج نفس اللوجيك، فبالتالي هي البرمجة كلوجيك أنا عندي إياها موجودة باستخدام لغات ثانية مثل C++ أو كذا، بس أنا ما كل ما هنالك عشان أقدر أنا أستخدم البايثون بدي أدرس يعني بشكل مبسط فقط الستركتشر تبعها والسنتكس والأمور.
فانت فعليا ما بتعرفش على البايثون، بس انت ما جاوبت بطريقه مباشره ستريت فورورد، قلت انا ما بعرف، عملت فول ستوب، تبينت للي قاعد تشرح له انت عندك معرفه، بس مش بالضروره تكون متخصصه بهذا السؤال اللي سالني اياه، بس انا بقدر من خلال معرفتي هاي اللي اكتسبتها اقدر انا اساعدك او اكون يعني اشتغل على هذا الموضوع. وطبعا اللغه كثير تلعب دور، الكلمات المنتقاه يعني غالبا ما بصير تقول والله انت شو حابين مثلا انت كذا، لا دائما حضرتك، يعني اسلوب الحوار جدا مهم في موضوع المقابلات. اتمنى يدينا وصلت الفكره بشكل عام، انا مش بديش يعني اغوص كثير لانه هذا الموضوع يعني فيه كثير تفاصيل، بس يعني اعطيتك فكره عامه عن موضوع المقابله. هلا اذا بدكم يوم بنخليه اكسرسايز جانبي مثلا اسئله زي هيك يعني خارج نطاق الماده، انا ما عندي مشكله، اي شيء من ضمن خبرتي من ضمن ايش اللي بعرفه اكيد ما راح اقصر معكم يعني، والاخر بهمنا صالحكم العام. تمام. طيب واحدة من الأشياء اللي كنا نحكي فيها إحنا في موضوع الله عافيك يا رب، واحدة من الأشياء اللي كنا نحكي فيها موضوع الأرشيف. على الأرشيف هو الذاكرة، خلينا نحكي الورقية، وهو مكان أنت you can extract تستخلص منه knowledge explicit knowledge بشكل أو بآخر. لما نحكي عن organizational stories أو غالباً بعض الأورجانيزيشن بيكون عندهم باست كيسز أو أشياء أو بروجيكتس مثلاً اشتغلوه بالسابق وخزنوا الدوكيومنتس تبعته، الناس اللي اشتغلت على بروجيكت بعدها موجودة، هذولا باي ماتر اوف تايم بشكله اللي هم الميموري أو اللي بيكون عندهم غالباً تفاصيل كثير تتعلق. أنا بحكي عن الدوكيومنتس هون، بحكي عن خبرتهم الشخصية وخبرة الأشخاص اللي موجودة بأثناء تنفيذهم هذا البروجيكت. أوكي، مشاركة هذول الأشخاص بأي فعاليات داخلية أو خارجية، أي activity أو أي نشاط مرت فيه الشركة عبر الزمن، هذا الactivity إذا شارك فيه أشخاص أكثر من مرة أو عدة بعدة أشكال، هذول الأشخاص by matter of time بصير عندهم هم القدرة اللي مسميها اللي هي بصير كأنه التاسيت نوليدج المتعلقة بالorganization memory. يعني إحنا عندنا الorganization memory بشكل أو بآخر ممكن تكون على شكل أرشيف documents موجودة في مكان، ممكن تكون موجودة بضمن أشخاص خبراتهم ومهاراتهم. هلا تعالوا في عنا شركة مثلا كل سنة بيعملوا مثلا event معين، بروحوا بيشاركوا مثلا بمعرض للتوظيف. تمام، أول سنة شاركوا تعلموا بعض الأشياء، السنة الثانية أوكي نفس الأشخاص صاروا، معناته كل مرة مدير الشركة مين ليش عملوا لنا يوم التوظيف السنة الماضية، تعالوا أنتوا في يوم التوظيف السنة هذا أنتوا حضروا أموركم جهزوا أموركم. لهذول الأشخاص مع الوقت بصير عندهم خبرة، بصير كل الأشياء اللي وقعوا فيها خطأ بتلافوها، كل الأشياء اللي بيعملوها صاروا يعملوها بشكل أسرع وأسهل، تعلموا يعني هم تعلموا من تجاربهم الشخصية. هذول إحنا اللي بنسميهم إيش اللي بيمثلوا الأورجانيزيشن الممري أو التاسيت نالج للأورجانيزيشن بشكل أو بآخر. إحنا بنروح ندور عليهم بقولهم تعالوا احكوا لنا شو أنتوا كيف ممكن تنفذوا هذه الأكتيفيتي، شو الأشياء اللي أنتوا عملتوها عشان نفذتوا هذه الأكتيفيتي، كيف ممكن تعطونا خبراتكم وآرائكم لتنفيذ هاي الاكتيفيتي بدون ما نقع بمشاكل لو لموظفين جدد او لا اي. هلا في طريقه اللي مسميها الستوري تيلينج او بناء على ايش بتتم هاي الستوري تيلينج، انه انت بتعطيهم المجال انهم يشرحوا او يروا لك اللي صار الاحداث بطريقه او باخرى، يعني بنقسمها طريقه قصصيه، يعني يعني الستوري تيلينج انت جاي كانه قاعد بخبرك بقصه، زي لما تروح تجلس مع جدك او مع والدك تقول له شو انت عملت لما كنت كذا، شو الاشي اللي عملته، فبصير يسولفك باحداث وعملنا كذا ورحنا وعملنا واكتشفنا ورحنا نفس الطريقه. تمام، فانا بهمني بالاورجنايزيشن ستوريز انه نحدد مين هم الاشخاص، شو استخدموا البلوتس اللي هي يعني اللي هنا هناك عندهم مثلا رسومات توضيحيه، اي ادوات تتعاملوا فيها، شو الاوتكم كان عندهم، شو الاخلاقيات الامبلايد مورال، يعني هل الإثيكس اللي كانت موجودة بطريقة التعامل أو بطريقة تنفيذ هذا الإيفنت أو المشاركة فيه. هذا الإشي إحنا بنحاول نعمل له اللي هو إيش مسميه إكستراكت أو إليكت للتاسيت نولج من خلال عن طريق الستوري تيلينج أبروتش. هلا في عنا بعض الجايدلاينز ممكن نستخدمه في عملية الستوري تيلينج. أوكي، يعني لما نحكي إحنا ستوري تيلينج زي ما حكينا
stimulate the natural telling and writing of stories. يعني شو نعمل؟ stimulate. شو معنى stimulate؟ محاكاة كأنها دكتور. لا ديك simulate. stimulate يعني هنا منحفز أو إحنا منحاول يعني نوجد أو يعني نحفز الطريقة التقليدية الطبيعية اللي بأريحية في عملية اللي هي رواية القصة أو كتابتها. يعني أنت هنا by the way story telling مش إنه فقط إنه أنا أروي القصة أو أروي الإيفنت أو أروي خبرتي طريقة بس إنه روائية يعني verbal إنه شفوية. لا ممكن أنا أكتبها writing. فأنا بدي بطريقة story telling إنه أعطي أريحية للي بروي القصة اللي هو الإكسبرت أو الخبير بطريقة مريحة إنه يرويها بطريقة تسلسل زمني بأحداث صارت معه ويربطها مع الأشياء النتائج اللي طلعت معه بكله. وبالتالي هي مبنية على طريقة الروايات القصصية خلينا نحكي يعني تروي القصة. يعني أنا أحكي لكم شو يعني بشان ما تحسوش الموضوع كتير صعب. زي اللي محكي لي والله يا محمد أو يا عبد الله والله بتتذكر أول يوم سجلت فيه بجامعة اليرموك احكي لي شو صار معك. عشان هيك دائما سوالفنا بتبدأ مثلا يعني في كثير من سهراتنا أو قعداتنا كنا نحكي لبعض قصص صارت معنا. والله شو عملت أو شو الإشي اللي صار معك مثلا يوم ما رحت طلعت رخصة سواقة. والله يوم ها كنت كذا كذا وطلعت وأخذت ملقيتش باصات طلعت بسيارة رحت كذا الضابط قال لي كذا لقيت لجنة التحكيم كانوا والله صعبين شوي طلبوا مني كذا معظم الناس. فأنت بصير تروي بالقصة هاي اللي بنيها تمام. بس هون نحاول وإحنا بنروي بالقصة أنا كان ناس ديفلوبر مع الإكسبرت بدي حاول أخليه يروي بقصة within يعني within domain في نطاق معين. ما بدي يصير إيش من قصة يتشعب لقصة ثانية يتشعب لقصة ثالثة يتشعب لقصة رابعة وأنا بطلع بالموضوع بدي أسمعه ساعتين وثلاث ولا أستفيد إشي تمام. وبدنا نحاول بالستوري تيلينج ما نخلي اللي يعني نوصل له فكرة أنه اروي everything يعني احكي كل إشي بشكل واقعي اللي صار بسلبياته بإيجابياته بنقاط القوة بنقاط الضعف بغض النظر. ما بدي اسمه الايديال ستيتس او الايديال بيهيفير. ما بدي التصرف المثالي ما بدنا مثاليات. ما مش بالضروره انت تروي لي الحدث اللي صار معك وانك توصل لي فكره انه انت كنت وانا بكل اجراءاتك وبكل العمليات اللي عملتها وادارتك لهذا البروجكت وتعاملك انت كنت الرجل المثالي او الشخص المثالي وعملت كل إشي بيرفكت. هذا الإشي ما بدنا اياه لانه اتس نوت رياليستيك مش واقعي. فبالتالي هو قاعد بيحكي بده يحكي لك انه والله احنا بنحكي واحنا بنعمل كنا عاملين واكتشفنا انه هاي الطريقه اللي اتبعناها خطا فاضطرينا نعدل عليه. ده في اخطاء بده يحكيها ده في اشياء ايجابيه بده يحكيها. ما بدنا نشعر وهو بيحكي بالقصه انه والله هو everything is perfect يعني هو بيعمل الشغل بطريقه very يعني very right. An organized program to support storytelling should not depend on external experts for its substances. طبعا احنا هنا نحكي عن إذا we have an external يعني خلنا نحكي resource أو tool ممكن نستخدمها بحيث إنه تساعدنا إنه يعني نوثق أو نستخدم هاي ال organizational memory أو ال organizational اللي هي ال story أوكي بحيث مش بضروري نحتاج يعني external experts لهذا الموضوع. Organization story are not about achieving a purpose not interdependent. هاي طبعا جزء من اللي حكينا احنا هنا مش للتسلية. الستوري لازم تكون بهدف محدد. انا بدي تشرح لي الآلية او الطريقة اللي انتو وصلتوا لها عشان تنفذوا هذا البروجكت. انتو كيف نظمتوا هذا الايفنت كيف تواصلتوا مع الكستمرز وجذبتوا عدد ما اكبر من الكستمرز. كل هاي التارجت بدك اياها عن طريق الناس يحكي لك شو اللي صار معه. Because over generalizing and forgetting يعني طبعا هذا الحكي من جزء من الستوري ما نكون نحكي بشكل عام جدا ولا برضو نتناسى بعض الإجراءات أو نتجاوز أو ننسى بعض الخطوات الأشياء اللي ممكن تكون مهمة.
الإثيكس طبعا ستاندرز لازم تكون هنا متبعة. بنحكي عن الإثيكس يعني نحاول نلتزم، نتحرى الصدق، نتحرى الإثباتات، نتلافى السبجكتيفيتي إنه ما يكون فيش آراء شخصية كثير، فيش ميول شخصية ناحية إشي معين. نحاول يعني نكون ندور على الإيفنت أو الستوري الخاصة بهذا الإيفنت بطريقة تكون واقعية منطقية بدون أي زيادة في السرد أو أي نقصان. تمام، هاي الجايد لاين إنه هاو تو يعني تو دو ذا ستوري تيلينج. بعض الأشياء لازم نأخذها من الاعتبار إنه ستوري تيلينج إز أباوت يعني كابتشرينج أدرسين تاسيت نوليدج. تمام، زي ما حكينا فلازم إحنا نحكي بال يعني ما بدي أنا تكون الأمور very general، لازم إحنا نركز على التاسيت نوليدج، الخبرة، المهارة، الآراء اللي ممكن تكون مهمة في مجال معين أو في دومين معين. لازم إحنا زي ما حكينا في السابق إنه how we identify people and willing to share how they learned from others. طبعا هذا جدا اللي كنا حكينا في أول إشي، حدد مين هم الناس اللي عندهم قابلية واستعداد إنهم يشاركوا. Using metaphors to يعني to confront the difficult situations أو الأشياء اللي ممكن تكون هي tough cases ممكن احنا نواجهها. الميتافورز طبعا يعني مشان بتكون الصورة هي مش اشي صعب، يعني عملية زي كأنه نقارن، يعني نستخدم بعض الأدوات أو التولز اللي تساعدنا نقارن different situations وكيف احنا تعاملنا معهم على سبيل المثال. اوكي، ممكن نقارن أو الميتافورز أنه نقارن بين شغلتين غالباً ممكن يكونوا مختلفين عن بعض بس بيأدوا نفس الغرض، يعني أسلوبين بالتعامل أو أسلوبين بالإدارة مختلفات تماماً عن بعض على سبيل المثال، أنت بتشرح عنهم بس هم الاثنين بيأدوا نفس النتيجة أو بيأدوا نفس الغرض. أوكي، فهي عبارة عن يعني comparison، يعني عبارة عن وصف أو مقارنات ممكن نستخدمها بحيث انه تساعدني اني اصل لتارجت معين او احل difficult situation بواجهني. اوكي، الميثودولوجي مشان ان تضمن انه الستوري تيلينج يتم بشكل مناسب، الاهم شيء اللي هي التراست، اللي بيكلم او اللي بي يعني بي 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 هو الاكسبرت لما بده يكون يحكي قصه او بده يحكي سيناريو معين لازم يكون عنده ثقة فيك أنت المتلقي وثقة بالorganization وثقة إنه هاي النولج اللي هو بيحكيها تكون راح يتم تقديرها وما راح يعني يتأثر عليه بشكل سلبي. Unlock passions، يعني الباشن اللي هو إيش، الحماس أو التوجه. فبالتالي بالstory telling ممكن يعني من خلاله إنه الواحد يثير حماسة الأشخاص اللي بيحكوا، إنه قاعد بيحكي عن شغلة هو نجح فيها، شغلة هو صارت معه، وبالتالي أنت ممكن هذا الشيء يثير حماسه. بنفس الطريقة هو مش يعني الستوري تيلينج فكرتها إنه ناتشرال أبروتش أوف يعني تيلينج ستوريز، أو بالتالي مش بضرورة تكون هيراركل، يعني مش راحت لازم مش لازم تكون بشكل هرمي أو تسلسلي بشكل أو بآخر. تمام، راح نستكمل إن شاء الله يعني بعض الأشياء اللي we should take in consideration. أوكي، حد عنده أي سؤال so far؟ عم بتوقف هون اليوم، حد عنده أي سؤال؟ دكتور بإيش مادة المد؟ مادة المد امتحانكم متى؟ ب27؟ 20 كم؟ لا دكتور 20 20 20 امتحانكم. طيب خليني أشوف أنا إحنا كم شابتر؟ يعني شابترين ثلاث. كم؟ بمزح. ما أقولي، لا عادي. دكتور شابترين ثلاث مش كتير يعني، لأنهم زخم الزخم زخم المواد يعني. تعالين وهيك. خلاص، المحاضرة القادمة إن شاء الله بكون دارس أشوف الشابترز وبحكي لكم من مادة المد إن شاء الله تعالى. تمام. زبطنا انت دكتور، ها؟ خال الله تعالى باللي بقدر عليه. عنده اي سؤال اي استفسار؟